إن النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح أول معرض ومؤتمر رياضي عالمي في مصر اسمه سبورتس أكسبو طبعاً 2023. هذا المؤتمر وهذا المعرض بيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومدته من يوم 22 لحد يوم 25 فبراير. 25 ده يوافق أظنه السبت، وهيبقى في مركز المنارة للمؤتمرات. طيب، على هامش الافتتاح دكتور مصطفى مدبولي بدأ في تفقد أجنحة المعرض، ومن بينها الجناح الخاص بوزارة الشباب والرياضة، جناح هيئة قناة السويس، واللي تضمن تفاصيل القرية الأولمبية، وده بجانب كمان الأجنحة الخاصة بعدد من الشركات والنوادي الرياضية، وكمان جناح المبادرة الرئاسية درجتك صحتك. الدكتور مصطفى مدبولي بيأكد على هامش هذا الافتتاح إن صناعة الرياضة تعد سبب لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم بالشراكة مع القطاع الخاص. خد بالك، كلمة صناعة الرياضة دي كلمة جديدة علينا، يعني احنا طول عمرنا نتكلم عن الرياضة بشكل عام وعن أهمية الرياضة والأنشطة الرياضية، سواء إذا كانت جوه النوادي، مراكز الشباب، المدارس، إلخ إلخ إلخ. أما مسألة صناعة الرياضة فده مصطلح مش بس جديد، هو مصطلح مهم علينا هنا في مصر. يعني على سبيل المثال، أنت لما بتيجي تشوف مثلا النوادي بتاعة الكورة اللي موجودة في أوروبا، احنا هنا بنتكلم على صناعة حقيقية، يعني بيتحسب هذا النادي حجمه التسويقي قد ايه نتيجة اسعار اللاعبين، النادي ده هو بيقدر يحقق ارباح قد ايه من وراء الرعايات والاعلانات والمشاركات وما الى ذلك. علشان كده بتبقى النوادي دي احنا بنسمع يقولك ايه، مش عارف النادي الفلاني ثمنه كذا، ده النادي العلاني مطروح للبيع بسعر كذا. القصة دي عمرها ما كانت موجودة عندنا. طيب، هل المسألة بس متعلقة ب فكرة نادي الكورة وسعره، ولا الرياضة بشكل عام، وإزاي الرياضة نقدر نحولها إلى صناعة، وصناعة مربحة بخلاف أنها أيضا صناعة جاذبة للسياحة؟ يبقى في عندك سياحة رياضية، وإحنا جربنا ده قبل كده فبطولة العالم لكرة اليد. خلونا ناخد معانا على التليفون أستاذ محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. أهلا أهلا بيك ومبروك على المعرض. الله يخليك يا استاذ يوسف، اهلا وسهلا يا فندم، والله يبارك في حضرتك. ازاي الحال؟ كلنا ومصر كلها الحمد لله. يا رب باذن الله على خير. انا لفت نظري جدا كلام الدكتور مصطفى مدبولي على مصطلح صناعه الرياضه. هل احنا دلوقتي بنتحرك او بدانا من شويه في التحرك ان احنا نحول الرياضه الى صناعه؟ شوف، يعني خليني ابدا معاك مباشره من ساعه انت، من اخر حاجه انت قلتها، احنا بنتكلم هنا في نظام اقتصادي جديد بنشتغل بيه في المنظومه الرياضيه المصريه، بعيدا بقى عن كل التفاصيل الخاصه بالفنيات بالدوريات والمنافسات والمشاركات والحاجات دي، لكن في جانب مهم جدا بقالنا دلوقتي 3 سنين تقريبا في عوائد بالفعل موجوده، والدوله المصريه بتجني هذه العوائد من خلال مشروع كبير جدا قومي اسمه اقتصاديات الرياضه المصريه. حلو، بنتكلم فيه في لغه ارقام لا تكذب ولا تتجمل، فبنتكلم في 3 سنين حققنا عوائد استثماريه من خلال اقتصاديات الرياضه المصريه في جزء واحد فقط متعلق بتطوير البنيه الاساسيه في مراكز الشباب والانديه ومشروعات الطرح الاستثماري وكذا، بنتكلم في 28 مليار جنيه. هذا امر واحد فقط. بنتكلم في امر ثاني متعلق بتنفيذ حزمه من التشريعات بتتيح للوزاره انها تطلق العنان للانديه المصريه الكبيره والاتحادات والمؤسسات الرياضيه اللي لها باع ولها امكانيات ماديه انها تاسس شركات بامكانيات ماليه ضخمه جدا، على غرار شركات النادي الاهلي وشركات نادي الزمالك اللي انشاناها مؤخرا، وان النادي الاهلي دلوقتي شرع بالفعل في انشاء استاد رياضي، نادي الزمالك بدا بالفعل في انشاء الاستاد الخاص بيه. هنا بنتكلم زي حضرتك ما اشرت كده في المقدمه ان اصبحت هناك اقتصاديات للرياضه المصريه. هنقدر نقول دلوقتي ان النادي الاهلي ثمنه كم مليار لما يكون عنده فروع موجوده في الجزيره، في اكتوبر، في العاصمه، في كذا، ونادي الزمالك نفس القصه وعنده استاد وعنده منشات، فتقدر ساعتها تتكلم اضافه طبعا للقيمه التسويقيه للاعبيه والحاجات دي عن قيمه بالمليارات للانديه الرياضيه المصريه والمؤسسات المختلفه. كان ده سبقه شويه يا استاذ يوسف خطوه مهمه جدا الدوله كانت لازم تقوم بيها. انت دورك انك الاول تهيئ المناخ لده، انك تصنع بيئه صالحه للاستثمارات الرياضيه. صح. فلما اقول لحضرتك مثلا
ودي حاجه يعني بالارقام كده بنتكلم فيها، والحقيقه كانت شهدت دعم كبير ورعايه غير مسبوقه من القياده السياسيه لينا في المنظومه الرياضيه ووزاره الشباب والرياضه وبالحكومه في هذا الشان. فقدرنا نعمل مثلا 4000 في كل محافظات مصر، 4200 ملعب خماسي وقانوني لكل ولادنا يلعبوا عليه، يعني بدانا عملنا 300 مركز شباب جديد، عملنا 17 صاله مغطاه اللي استضافت منها 4 صالات رئيسيه بطوله العالم لكره اليد، انشانا انشاء جديد كامل 14 نادي رياضي جديد وانديه لتحدي الاعاقه ووحدات للطب الرياضي. لما اتكلم حضرتك عن البنيه الاساسيه اللي تجاوزت بس الانشاءات فيها 21 مليار جنيه في اخر سنتين ونص بس، فبنتكلم في عدد كبير جدا من تطوير البنيه الاساسيه. طفره كبيره جدا في مجال البنيه، فانت هيأت المناخ ان الانديه والمؤسسات تبدا تنطلق. كان ده بعيد جدا، كان التحدي الاساسي بالنسبه لك انك ما ينفعش تعمل كل هذا التطوير من واقع الميزانيه الرسميه اللي بتجي لك كوزاره او اللي بتتيحها لك الموازنه العامه للدوله. وهنا دخلنا في فكر مختلف، وكان بتوجيهات بالمناسبه من القياده السياسيه ومن رئيس مجلس الوزراء لوزاره الشباب والرياضه، ان لازم القطاع الخاص يدخل مع الوزاره وبقوه في عمليه الاستثمارات الرياضيه لخلق هذا المناخ الخاص باقتصاديات الرياضه المصريه. فكل المشروعات اللي احنا بنتكلم فيها فيما يتعلق بالطرح الاستثماري او الاستثمارات او تطوير البنيه الاساسيه او كذا، دخلنا فيها شركات القطاع الخاص. واوجدنا ادوار جديده كمان للقطاع الخاص في رعايه ابطالنا مباشره، فبدانا نطلق مشروع تاني اسمه مشروع الرعايات الخاصه. ان البطل الرياضي اللي عنده استعدادات او معسكرات او تدريبات بتتطلب تكاليف ماليه معينه، نجيب له شركه او بنك او رجال اعمال او رجال المال او المؤسسات المصرفيه بتقدم له الرعايه الماليه. فاصبح هناك عندك منظومه متكامله محكمه لاقتصاديات الرياضه المصريه. المعرض النهارده كان بيمثل هذا التتويج بقى، كان بيمثل تتويج لهذا الامر، تتويج لفكره وجود القطاع الخاص واندماجه في صناعه الرياضه المصريه. طيب ده كلام مهم جدا، لان ده اظنه كمان معناه انه انا ما بقتش بتعامل مع الرياضه في مصر باعتبارها كره قدم فحسب، والا ما كنتش نظمت بطوله العالم مثلا لكره اليد بهذا الشكل المهيب والمهم واللي ساعد كتير في الترويج لمصر، سواء اذا كان على المستوى الاقتصادي او السياسي او الامني او السياحي كمان لو صح تعبير كلمه السياحه الرياضيه بطبيعه الحال. انا كده بتعامل مع الرياضه بكافه اشكالها كمنظومه هامه على المستوى الرياضي والصحي ومنظومة كرافد اقتصادي. شوف كلام حضرتك مظبوط بنسبة 100% وبينعكس كمان في الأداء اللي موجود على أرض الواقع بالفعل. لما أكلم حضرتك على جانب العالم كله، يعني عايز أقول لك بصراحة شوية كده على الهوا سبقنا فيه شوية، لكن الحمد لله قدرنا ندخل وبسرعة جدا ونحقق فيه معدلات قياسية نسبق فيها دول كتيرة جدا عن الدول الغربية. إحنا شغالين في هذا الشق إن في مسار اخر خالص يا استاذ يوسف للرياضه موجود في العالم كله، كيانات اقتصاديه كبيره جدا بتتحدث عن استثمارات بالمليارات مليارات الدولارات، ليس فيما يتعلق بالمنافسات الرياضيه لكن بالاحداث والمنافسات الرياضيه الخاصه بالسياحه الرياضيه. فبدات نتواجد ونتواصل وننسق مع المؤسسات الدوليه على غرار بقى الاسماء اللي هي ايرون مان واوشن مان والاحداث السياحه الرياضيه اللي موجوده في مصر دلوقتي والماراثونات العالميه اللي بيتم تنفيذها في مصر. فأصبحنا بنستضيف على مدار العام ما لا يقل عن 100 أو 150 ألف واحد بيشاركوا في الفعاليات الرياضية المصرية، وبتصب في صالح السياحة المصرية بشكل مباشر. فاستضافتنا خلال الفترة الأخيرة 292 بطولة، لما أتكلم حضرتك في إحصائية رسمية كده، وفرنا أكثر من 1,500,000 ليلة سياحية. كل هذا الأمر أصبح بيصب في صالح السياحة المصرية. إضافة لمشروعات أخرى بيتم تنفيذها على هامش تنفيذ ده، إضافة لفرص عمل بيتم توفيرها. هي ملخص كل ده بيتحدث عن إن الرياضة المصرية أصبح لها رقم ورقم هام جدا بتساهم فيه في الناتج المحلي الإجمالي المصري. أصبحت بتمثل أحد أهم الجوانب الخاصة بالتشغيل، بالتدريب، بتوظيف العمالة وتوظيف الشباب. القصة كلها مش مبنية على إن كرة القدم أو الألعاب الأخرى. هايل جدا. ده جانب مختلف موازي. شعار ان زي حضرتك ما قلت بالظبط ان الرياضه ليست كره قدم، ان الرياضه ده مجالات كبيره جدا فيها كتير من الاتحادات واللعبات والمنافسات، لكن لها جانب ثاني خالص مختلف وهو دعم الرياضه ومساهمتها في اقتصاديات الوطنيه في اقتصاديات الدول. ولذلك لما ادخل لحضرتك بقى في تفاصيل المعرض اللي اتكلمنا فيه النهارده، هتلاقي ان احنا اتكلمنا مع مؤسسات اجنبيه وشركاء من مختلف دول العالم حول هذه التفاصيل. طب ده كلام محترم جدا. انا يمكن كمان يجي على بالي حاجه، وهي
مرتبطة بالسؤال، أنا شايف إن إحنا في عندنا تطور في الصناعات المرتبطة بالرياضة، سواء إذا كانت أحذية وملابس رياضية أو دراجات أو كرة زي كرة القدم اللي اتلعب بيها في المونديال الأخير وما إلى ذلك، فإحنا في عندنا تطور كبير حصل في صناعة الملابس والأدوات الرياضية، إلى أي مدى أنا أقدر كدولة أقدر أشجع هذا النوع من الصناعات وأقدر كمان أساعد في الربط ما بينه وما بين حتى ماركات كانت ممكن تبقى سبقانة بطبيعة الحال موجودة في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، وأشجع على مسألة البحث العلمي المشترك علشان أقدر أحسن من جودة المنتج وأرفع من سعر المنتج القابل للتصدير. شوف أنت بتبدأ الأول كدولة زي ما قلت لحضرتك بتخلق هذا المناخ، بتهيئ الاجواء اللي بتجذب المستثمرين انهم يدخلوا في مجال الصناعات الرياضيه. اول حاجه بداناها في وزاره الشباب والرياضه، ان الوزاره بالفعل قامت بتنفيذ شركات واستثمارات في مجال المستلزمات الرياضيه والصناعات الرياضيه خاصه بالدوله. فعندنا اصبح مصنعين للنجيل الصناعي ينتجوا للاحتياجات المحليه، وبيتم تصدير للدول الافريقيه ومناطق الشرق الاوسط والدول العربيه. صحيح. إضافة لكده عندنا مجموعة من الشركات والمصانع الأخرى المتعلقة بالمستلزمات الرياضية زي حضرتك ما أشرت كرة القدم أو كذا، وشركات للمدن ودي مملوكة للوزارة بالمناسبة، بتصنع وبتعمل عملية وبتعمل تطوير وتحديث للبنية الرياضية سواء ما يتعلق منها ببنية الوزارة أو البنيات أو آخر المنشآت الأخرى أو الأندية الأخرى أو أي متطلبات أخرى في البنية الأساسية. هذه المجالات لما احنا بدأنا فيها كدولة وهيئنا فيها المناخ بدأت تجذب العديد من الاستثمارات الأخرى، فأصبح عندنا في مصر دلوقتي وده واقع ملموس العديد من الشركات المعنية بالصناعات والمستلزمات الرياضية. صح. النهارده عندنا في معرض سبورتس اكسبو أكثر من 120 شركة معنية بالمستلزمات الرياضية. سواء منها ما يتعلق بالمنتجات المحلية أو للاستخدام المحلي أو لتصديرها للخارج لدول أفريقية. بتتكلم في قاطرة اقتصادية، الرياضة أصبحت أحد أهم القاطرات الاقتصادية اللي بتجذب استثمارات من مجالات أخرى، وتبدأ بعد كده توفر لك العملة الصعبة وتبدأ بعد كده تجذب استثمارات وتوفر فرص عمل للشباب من خلال القطاعات الرياضية المختلفة، وتشبك ده مع الاتحادات الرياضية والمنافسات المختلفة، وتعمل إن هذا الدمج وهذا التشابك ما بين استضافة البطولات وتنظيم الأحداث الرياضية وتنظيم الفعاليات الخاصة بالسياحة الرياضية، وتشبك ده وتفعله مع الشركات والمؤسسات والمصانع المعنية بصناعة هذه المستلزمات الرياضية الموجودة في مصر. طبعا طبعا. بقول لحضرتك النهاردة مثلا عندنا في سبورتس اكسبو كان عندنا قطاعات كبيرة جدا من القطاعات، مش مجرد أسماء شركات، لكن شركات معنية بصناعة الأجهزة الرياضية، صناعات مستلزمات الملاعب بأنواعها، المصانع الخاصة بالمكملات الغذائية والأغذية الصحية المطلوبة، الامور المتعلقه بتطوير مراكز الشباب ومدها بالنجيل الصناعي ومتطلبات التطوير، شركات معنيه بصناعه وتوفير صالات اللياقه البدنيه، الاكاديميات الرياضيه، المستلزمات والمعدات الرياضيه، كل دي امور بتصنع في مصر بالمناسبه، لوازم اتحادات زي الفروسيه، مستلزمات او معدات زي التنس وتنس الطاوله والعاب القوه، الابسطه اللي بيتم استخدامها في كل الالعاب، كل هذه الامور صناعات اصبحت متوطنه في مصر بالفعل. إذا أنت توصل لده إزاي؟ إنك بتهيئ المناخ، إنك بتوفر البيئة الصالحة، إنك بتجذب استثمارات من الخارج سواء من الدول العربية أو من الدول الأجنبية تبقى موجودة في مصر، فبتشجع المستثمر المحلي إنه يدخل ويندمج ويكسب ويكسب مع الشركاء الخارجيين. هذا المعرض النهارده كان حالة فريدة جدا. بتمثل نقلة كبيرة جدا وصلتها الدولة المصرية فيما يتعلق بمنظومتها الرياضية واقتصاديات الرياضة المصرية تحديدا. المسألة بصراحة رائعة ومشرفة إلى أبعد الحدود. أنا أشكرك جدا أستاذ محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. أنت عارف أنا الأستاذ محمد عمال بيتكلم بدأ خيالي يروح إن أنا في وقت من الأوقات ممكن أشوف محمد صلاح بيعمل هو الإعلان بتاع حذاء من الأحذية الرياضية المصرية من غير ما أقول أسماء يعني زي ما هو موجود. مش عارف الأحمر كرة اليد فبيعمل إعلان لكرة معمولة عندنا هنا في مصر. ف الحاجات دي بتبقى انا عارف انها مكلفه بالمناسبه جدا، يعني مساله انه تجيب شخصيات رياضيه عالميه مشهوره علشان يعمل اعلان عالمي عن المنتج بتاعك ده بيبقى مكلف، بس شكل من اشكال التسويق اللي بتجيب لك قدها قد اللي انت صرفته فلوس من هنا لحد بعد بكره، لك ان تتصور ذلك، لك ان تفكر في ذلك.